اهلا بيكم، معاكم محمد احمد، والنهارده اول سيشن لينا في تعليم برنامج سكراتش. لكن قبل ما نبدا ان احنا نتعلم البرنامج ونشتغل عليه، لازم ان احنا نعرف يعني ايه اصلا برنامج السكراتش وايه هي اساسا استخداماته. في الحقيقه برنامج سكراتش ده عباره عن بيئه تطويريه تعليميه بنستخدمها لتعليم المبتدئين في البروجرامينج، سواء كنت طفل او كنت شخص كبير. طيب ده بيكون ازاي؟ عن طريق ان احنا بننشئ قصص والعاب تفاعليه وبرامج بسيطه، من خلالها بنقدر ان احنا نوصل المفاهيم البرمجيه والحسابيه والمنطقيه كمان. بمعنى ان انت عندك هنا مجموعه من البلوكس، كل بلوك من دول بيحتوي على مجموعه من قطع البازل، كل قطعه من البازل دي بتحتوي على مفهوم برمجي او مفهوم حسابي او مفهوم منطقي. فأصبح ان انت بدل ما بتكتب الكود تمام، انت بتسحب قطعة البازل دي وتبدأ ان انت تجمعها مع قطعة تانية وقطعة تالتة وقطعة رابعة لحد ما تنشئ اللعبة او البرنامج او القصة التفاعلية اللي انت شغال عليها. طيب عشان ما طولش عليك، انا دلوقتي حابب اني ادخل اشتغل على برنامج سكراتش. هعمل كده ازاي؟ في الحقيقة انا كل اللي انا محتاجه اني ادخل على الموقع الرسمي اللي هو هسيبه لك في الديسكريبشن دلوقتي، وبعدين بروح هنا على Start Creating. الشركة اللي عملت برنامج سكراتش هنا عاملة لك بيئة تطويرية كاملة موجودة أونلاين، ولكن أنا لو حابب أني أنزل برنامج سكراتش عندي على الكمبيوتر، فكل اللي أنا بعمله أن أنا بروح على الموقع الرسمي وأبدأ أن أنا أنزل تحت خالص. هلاقي عندك هنا داونلود، بعد ما بلاقي داونلود بختار الاوبريتنج سيستم اللي انا شغال عليه. فانا طبعا دلوقتي شغال على ويندوز، فكل اللي هعمله ان انا اروح ادوس على دايركت داونلود بالشكل ده. طبعا انا منزل السورس قبل كده، فكل اللي هعمله دلوقتي ان انا اروح ادوس دبل كليك هنا على السورس، هيفتح معايا الانستولينج بتاع البرنامج. هروح ادوس على انستول بالشكل ده كده، هيبدأ البروجريس بار بتاعي يحمل لحد ما البرنامج يتعمل له انستول زي ما انت شايف قدام عينيك دلوقتي. طيب بعد كده خلاص الانستوليشن كومبليتد خلاص، وبعدين هدوس على فينش بالشكل ده، هيفتح معايا برنامج السكراتش زي ما انت شايف قدام عينيك دلوقتي.